السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بي في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى يا ربي يلقاكم في أحسن الأحوال. إذا من خلال هذا الفيديو الجديد غادي نتكلموا على آخر مستجدات وتطورات مقتل المرحوم رضا زوج الفنانة ريم فكري على يد عصابة خطيرة، عصابة إجرامية اللي كتنشط في ترويج المخدرات. كما كتعرفوا أخوتي أن الرئيس ديال هاد العصابة هو الملقب بالتوربو اللي سميته الحقيقية رضا أبا كريم. هاد بارون المخدرات الذي يعتبر من أكبر المطلوبين في فرنسا لأنه متابع على خلفية واحد جريمة قتل اللي راح ضحيتها واحد الشخص اللي سميته إبراهيم حجاجي. وهذا التوربو هو محكوم غيابيا في فرنسا ب 21 سنة على خلفية هاد الجريمة الخطيرة اللي راح ضحيتها الدراع ديالو الأيمن إبراهيم حجاجي اللي تسبب ليه فقدان واحد الكمية كبيرة من مخدر الشيرة. وبالنسبة للأعراف ديال هاد الناس ديال المخدرات فكيقولوا يا إما غادي ترد لي السلعة ديالي أو لا رد لي فلوسي، وهذا الشيء اللي ما قدرش يديرو إبراهيم حجاجي، الشيء اللي خلى هاد التوربو ينتقم منه فداه لواحد الغابة تيرا فيه ثلاثة ديال القرطاسات ودفنوا تحت الأرض. وغير عرف بأن القضية تفجرات وبأن الوالدين ديال هاد إبراهيم حجاجي تيقلبوا عليه وداروا شكاية عند الأمن، فشد الطيارة مباشرة وهرب للمغرب وبقى مخزون فيه. وداز سنوات وسنوات، مشى هاد التوربو برفقة الزوجة ديالو وخمسة ديال وليداته الإمارات وعاش فيها واحد المدة. وفاش كان راجع المغرب تشد في المطار، علاش؟ لأنه كان داخل بواحد الهوية مزورة أو لا بواحد جواز السفر مزور فيه التصويرة ديالته ولكن الاسم ديال واحد الشخص آخر اللي باقي على قيد الحياة. فمنين شدوه السلطات وبدأوا كيحقوا معاه علاش اللي دخلتي المغرب بواحد الهوية مزورة وتبين لنا في الأرشيف ديالك على أنك مطلوب عند العدالة الفرنسية بسبب قتل واحد الشخص اللي سميته إبراهيم حجاجي، فهنا الحجج اللي قال لهم التوربو قال لهم انا دخلت للمغرب بهوية مزورة لان العائلة ديال هاد إبراهيم حجاجي كيهددوني بالانتقام مني وباغين يصفيوها ليا، وانا ما قتلتش ولدهم وما عندي حتى شي علاقة بهذا الموضوع ولكن هما تابعيني باغين يقتلوني، داكشي علاش زورت الهوية ديالي باش ما يعرفونيش فين كاين. وفعلا تشد ديك الساعة التوربو بقى متابع في حالة اعتقال بسجن عكاشة، ولكن للأسف تمت تبرئته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية في تاريخ 18 أبريل 2023 لعدم وجود أدلة كافية لإدانته وكذا غياب أي دليل يقيني يفيد ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه، مما يتعين معه الإبقاء على حكم الأصل الذي هو البراءة. وهذا الحكم ديال البراءة كان ابتدائيا فقط ماشي حكم نهائي. المهم هذا السيد خرج من سجن عكاشة في تاريخ 18 أبريل 2023 لأن المحكمة المغربية برأته من تهمة القتل اللي متابع فيها فرنسا، فبقى هاد السيد في المغرب حتى شهر جوج 2024 هي فاش قرر يختطف زوج المغنية ريم فكري، استعان بواحد العصابة إجرامية أو لجوج ديال القتلة مأجورين اللي هما أفارقة عندهم الجنسية الفرنسية، جابهم من فرنسا اختطفوا السيد داوه لواحد الفيرمة عدبوه حتى مات وتخلصوا من الجثة ديالو. يعني هاد السيد يالله تمت تبرئته في 2023 من واحد الجريمة ديال القتل في فرنسا، ما جلسش ما بردش بلاصتو بزاف حتى ارتكب جريمة قتل أخرى بنفس الطابع بحال بحال، اختطف السيد وقتلو وتخلص من الجثة ديالو. يعني هاد السيد موالف على هاد الشيء، عنده واحد التاريخ إجرامي طويل عريض مولف بالاختطاف والقتل. يعني هاد السيد هذا ما كيمتعدش نهائيا، إنسان شرير وحش آدمي القلب ديالو ميت. فالمفاجأة اللي غادي نتفاجئوا اليوم أخوتي هو بعد ما انتشرت واحد الأخبار اللي كتقول بأن التبرئة ديالته من هذيك الجريمة الأولى الملف ديالها مازال ما تسدش،
وغادي يعاود يتحل. علاش؟ لانه منين خرج من سجن عكاشه راه باقي مراحل اخرى ديال الاستئناف والنقد والابرام الى غير ذلك. فهو ملي كتعيط ليه المحكمه ديال الاستئناف باش يحضر الجلسات، السيد كيغيب ما كيجيش. علاش غادي يجي؟ لانه عارف راسو متورط. قاتل واحد السيد فعلا في فرنسا، فهو استغل الفرصه انه تمت تبرئته ابتدائيا ويغبر ليه الاثار وما بقاش كيحضر الجلسات الاخرى ديال الاستئناف. وهنا منين تشد على خلفيه جريمه قتل زوج الفنانه ريم فكري، فجات الفرصه باش انه يتم الاعتقال ديالو وباش يحضر الجلسات محاكمته استئنافيا حضوريا. يعني الحمد لله الروح عزيزه عند سيد ربي، جات الفرصه باش انه يتم المحاكمه ديالو حضوريا بسبب التغيب ديالو المستمر لجلسات المحاكمه على خلفيه جريمه قتل سابقه. واليوم اللي هو 19 فبراير حددت غرفه الجنايات الاستئنافيه لدى محكمه الاستئناف بالدار البيضاء هذا الصباح موعدا لجلسه جديده على الملف الاول. ما كنهضروش على رضا ولكن كنهضروا على الجريمه الاولى. يعني اش نقول لكم اخوتي، هذا السيد راه مكحل الضواصه بلا معقول. اليوم هو متابع في جوج ديال الجرائم، الجريمه الاولى ديال فرنسا والجريمه الثانيه ديال مدينه الدار البيضاء اللي راح ضحيتها رضا. يعني كلكم كتخيلوا في هذه اللحظه هذه ان السيد ما عمره ما غيخرج من الحبس مازال. احنا متيقنين انه غادي يتحكم بالاعدام. علاش؟ لان الجرائم اللي اقترفها في حق هاد الاشخاص ماشي جرائم عاديه، لا، هذا راه كيشد الناس وكيعذبهم، كيشوه لهم الجثث ديالهم، كيقطعها وكيدفنها في الغابه او لا كيرميها في الواد باش ما يخليش معالم الجريمه نهائيا، كيمحي لاطراس من موراه. ولكن الروح عزيزه عند الله كما قلت لكم. المهم الغرفه ديال الجنايات الاستئنافيه بمحكمه الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الاثنين كانت حددات واحد الجلسه ديال محاكمه المدعو التوربو على ذمه واحد القضيه اخرى اللي متابع فيها بفرنسا. فهيئه المحكمه قررت تاجيل الملف الى غايه 20 مارس المقبل من اجل احضار المتهم من السجن وذلك لمحاكمته استئنافيا بسبب غياباته المتكرره عن حضور اطوار الجلسات. فدابا غادي يولي يجي بزز منه ويحضر للمحكمه، وكنتمناو انه حتى حق داك السيد ابراهيم حجاجي ما يضيعش وتنصفوا العداله المغربيه باذن الله. المهم التطورات الجديده بخصوص التحقيق في تصفيه راجل المغنيه ريم فكري، فالمعطيات اللي توصلت بها انه سالات المصلحه الولائيه للشرطه القضائيه بالدار البيضاء البحث التمهيدي المنجز في هذه القضيه، واللي اليوم هما متابع فيها 6 ديال الاشخاص متورطين في ارتكاب هذه الجريمه المروعه، واللي من ضمن ديالهم المشتبه فيه الرئيسي اللي هو رضا المعروف بالتيربو. اذا هاد المعنيين بالامر كامل هم اخوتي تم ايداعهم سجن عكاشه بالدار البيضاء في حاله اعتقال. وكنتمنوا من القضاء انه يضرب بيد من حديد وما يتساهلش مع هاد الشرذمه، خصوصا اخوتي رئيس العصابه اللي هو توربو. كنتمنوا انه ما يفلتش من العقاب هاد المره وياخذ اقصى العقوبات، وكنتمنوا ليه الاعدام. هادشي ما كان اخوتي، تهلاو ليا فراسكم بزاف، مع السلامه.